فعلا بدايه الفيلم حاط لنا هو الست اللي هيمشي عليه الفيلم كله. قال ان في مشاكل بتعاملها الاسره دي، في فقر مقطع لدرجه ان الام باعت اثنين من ولادها الاولانيه وماتت والثانيه كمان، وان هي بالمشاعر مختلطه جيبسونيه، شويه فرحانه ان هي شويه حزينه الاول في الاساس ان هي اختها ماتت وان هي هتسيب مامتها وامها واولادها وامها واخواتها، وما بين ان هي لا هي هتخرج لبره هتشوف العالم الخارجي اللي هي ما تعرفش عنه حاجه وهتبقى فنانه. فكان في مشاعر مختلطه، هي اللي فضلت المشاعر دي معانا طول الفيلم مع جيبسونيه لغايه ما في الاخر حصل الدروب نتيجه لمقتل المجنون في المشهد اللي هو غصب عنه يعني قتل، بس هو تسبب في مقتله. فساعتها البريدج اتكسر ما بين الروح جيبسونيه وما بين الجسد اللي هو زردانو، فمش هتقدر ان هي تعيش معاه، في نفس الوقت مش هتقدر تعمل حاجه غير ان هي تعيش معاه، لان هي عارفه ان سبب وجودها ان هي تعيش معاه وان هي تفضل معاه. فعلشان كده كان اول ما هو سابها ومشي هي ماتت، ده طبيعي ان هي لازم تموت. تاني حاجه احنا قلناها اللي هو الكونفرسيشن اللي دار بينها وبين المجنون، كان بيطلق للعالم سؤال وجودي اللي هو انا ليه موجود، وهو اللي حرك معايا بقيه الفيلم ان هي استمرت معاه وما حاولتش تهرب منه تاني. واكدت عليه الراهبه في المشهد بتاع الدير، وفي الاخر كان نتيجه منطقيه جدا لمقتل المجنون اللي هو كان بيمثل لنا العقل والجسم بين الروح وبين الجسد، كنتيجه جدا لمقتله ان يحصل فرقه افتراق بين الروح وبين الجسد، الروح اللي مش قادره تتقبل اسامي الجسد، والجسد بيحاول ان هو يتناسى لكن هي مش قادره تنسى. من فيليني في الفيلم ده في اشارتين، الاشاره الاولانيه ان يخلي بالك يعني الجسد او الماديات ما تطغاش في حياتنا او نحس ان احنا ننسي ارواحنا. والاشاره الثانيه ان اللي هي اكدها لنا اخر الفيلم اللي هو يعتبر كان اللي هو زامبانو في اخر الفيلم، زي ما بدانا على البحر بس مع الاختلاف الرهيب هنا في حياه وبدايه حياه وحركه واحداث واحلام، لكن هنا في وحده وفي ظلام وفي حتى مش قادر كل ما حتى يمسك التراب بينزل من بين ايده، هو ما عرفش اي حاجه ليه؟ لان هو كان قرر ان هو يعيش وحيد بطريقته الخاصه، قرر ان هو يعيش وحيد وما اهتمش باللي حواليه لغايه ما فات الوقت وسابهم، سواء سابوه ماتوا بسبب اعماله او سابوه هو نفسه حضرهم.